الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبدأ كلمتي هذا بالتضرع لله سبحانه وتعالى بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والأئمة الطاهرين أن يعجل لنا الفرج وأن يعجل لنا النصر وأن ينتقم لنا ممن ظلمنا وقتل شهداءنا. وأقدم أحر التعازي إلى عائلة الشهيد هاني وصبرهم وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. هناك دلائل من خلال طريقة قتل الشهيد تدل بشكل قاطع أن النظام الذي نعيش معه على أرض البحرين نظام وحشي يتعامل مع شعبه بأشد القسوة ما أمكن إلى ذلك وما امتدت إليه يده. وكما هو هذا النظام بوحشيته الدموية وقسوته الطاغية، كذلك هم مرتزقته الذين يتعاملون مع الاحتجاجات السلمية في كل البحرين، هم دمويون وقساة جدا، حتى لو أرادوا أن يعيقوا أحدا بإمكانهم إلا أنهم ينكلوا به ويفعلوا به ما يفعل الوحش الكاسر مع أضعف فرائسه. الشهداء في البحرين وفي كل مكان يعتبرون بمثابة أوتاد، وشهداء البحرين أوتاد ثورتنا، أوتاد خيمة الثورة في البحرين. فكلما ازداد عدد الشهداء كلما ازداد أوتاد الثورة، وبذلك تتجذر أكثر ولا يمكن أن تتوقف أو تنتهي حتى ننال حقوقنا المشروعة العادلة. وهناك وصية من الشهداء، وأظنها كذلك يراها الشهيد هاني، أن دماء الشهداء أمانة في رقاب الجميع دون استثناء، من سياسيين وحقوقيين وشعب ثوري بالكامل. وهي وإياكم، إياكم أن تتفرقوا أو أن تتشتتوا، فإن في الفرقة نهاية الثورة وهزيمتكم. فإذا أردنا أن نحفظ دماء الشهداء يجب أن نحفظ في البداية وحدتنا. نعم، نختلف في الآراء، نختلف في الأساليب، نستخدم مختلف الوسائل، ولكن الهدف واحد، وتبقى اللحمة قوية متماسكة مهما اختلفنا. فلا يمكن أن نستخدم دم الشهيد أو دم الشهداء من أجل أن نفرق صفنا، فإن في تفريق الصف فرحة العدو وفرحة النظام في البحرين. وهذه وصية مهمة وغاية في الأهمية، يجب أن نتمسك بها إن كنا أوفياء لدماء شهدائنا في البحرين. وحدة وحدة حتى الناس، وحدة وحدة حتى الناس. الشهداء بالشهداء تحيا الأمة، وعندما تكون في الأمة شهداء، وعندما يكون في الأمة شهداء فإن الأمة حية لا يمكن أن تزول أو تموت. وعندما نحيي ذكرى الشهداء فإن في ذلك حياة هذه الأمة وفيه استمرار ثورتنا المباركة.